أهلا بكم إلى التفاصيل. لا يزال قرار الحكومة الأخير القاضي بتحديد سن التقاعد عند 60 سنة يصنع الحدث، حيث يقدم الخبراء في هذا الصدد مجموعة من الاقتراحات تصب في إطار حماية الصندوق الوطني للتقاعد من شبح الإفلاس. التفاصيل نكتشفها في سياق تقرير فوزية مسعد. وفق الاستراتيجية الحكومية الحالية، فإن أي شخص تجاوزت مدة عمله 32 عاما فله الحق في التقاعد، وبرغبة شخصية يحال للتقاعد دون شرط بلوغه السن القانوني المحدد ب60 عاما. خطوة الحكومة الأخيرة الرامية أساساً إلى إعادة النظر في نظام التقاعد بالجزائر دفع بالخبراء لاقتراح مجموعة من التوصيات للحكومة تفادياً للوقوع في هاوية الإفلاس التي وقع فيها الاقتصاد الفنزويلي مؤخراً جراء نفس الأسباب. واحد ما يتمناش ابدا، ما نساوش يعني الفنزويلا عندها 300 ألف مليار باريل تاع البترول، خاصه البترول ثقيل حقيقة. نظن الجزائر واعيه، الحكومه راه زاعيه باش ما تروحش يعني لهذاك، ما نقدوش يعني نوزعوا الاجور، هذا هو المهم. تعني كل بلدان ما تقد توزع الاجور اكثر ما تخلق. هي إذن مجموعة من توصيات الخبراء للحكومة هدفها تجنب ما آلت إليه دول أكثر ثراء من الجزائر، لكن عدم اقتدائها بالإصلاحات قبل القوانين جعل من هوية الإفلاس مقرا لها. إلى تونس، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب هو ما يسعى التجار التونسيون للوصول إليه، إلا أن تراجع عدد السياح والأزمة الاقتصادية العالمية حال دون تحقيق هذه المعادلة. مفادات تلفزيون النهار لتونس لف دعماش وفوزية مسعدي عدا بالتالي. التجارة بتونس هي مصدر رزق هؤلاء، ما يجعلهم يتفننون في عرض منتوجاتهم لتسويقها. الأمر لا يتوقف في العرض وفقط، فالمتجول في أزقة الأسواق بمختلف المناطق السياحية يلاحظ إتقان التجار للعديد من اللغات للتواصل مع السياح من أجل إعادة خلق توازن بين العرض والطلب. احنا في تونس هنا نحكوا اللغات الكل، الألمانية، الفرنسية، كل لغات العالم، لأنه باش يجينا كي يجونا السياح الأجانب نعرفوا نتعاملوا معاهم باللغه نتاعهم باش يفهمونا ونفهموهم. سينو الكل نتعلموا بالكونتاكت، بدينا ونحن صغار نجوا للسوق نتعلموا هكذا، وبعد انت والمخ كاني كابتي ونو. رغم اجتهاد التجار في الترويج لمنتوجاتهم، الا ان اغلب السياح الاجانب يخرجون بايات خاويه كما دخلوا بها، وضعيه ارجعها التجار للازمه الاقتصاديه العالميه. القطاع التجاري إلى حد الآن يعني المستوى يعني غير المطلوب، غير المأمول اللي نتأمنوا فيها احنا. يعني السياح اللي يجيو يعني عندهم كريز في بلادهم، يعني ما عندهمش لي مويان. استعادت نسبيا، مش كل، مش 100%، تبي دير 20%، استعادت الحركية نسبيا، مازال القطاع يشهد ركود. هي إذن حركية تجارية محتشمة تعرفها تونس، ما يجعل تحقيق معادلة التوازن بين العرض والطلب جد صعبة في هكذا ظروف. عودة إلى أرض الوطن، وفي قطاع التكنولوجيا، وبإعلان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إدخال عينة التصديق الإلكتروني حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، يطرح التساؤل عن مدى تحقق ذلك في ظل غياب التشريعات القانونية المؤطرة للاقتصاد الرقمي عامة والتصديق الإلكتروني خاصة. عقيل حشاني. تزامنا مع استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي عدة إجراءات سيتم اتخاذها في غضون الأشهر القليلة المقبلة، بدءا بإدخال هيئة التصديق الإلكتروني كونها لبنة جل المعاملات التجارية عبر الإنترنت.
يعني المصادقة الإلكترونية هي عندها أهمية كبيرة، خاصة في ما يخص علاقة المواطن بالإدارة، يعني ما نسميه بالإدارة الإلكترونية مثل ما تعمل به في دول أخرى. نخلص بار اكزومبل لا كناس ولا كازنوس في الإنترنت، في هذه الحالة أكيد ما لازم يكون تصديق إلكتروني لكي أثبت أني أنا هو في الحقيقة صاحب هذه الهوية. اعتماد التصديق الإلكتروني من شأنه أن يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني ومواكبة الأنظمة العالمية التي قطعت أشواطا معتبرة في المجال، إلا أن غياب تشريع المؤطر للإجراء ما يزال يشكل العائق الأكبر. ما نظنوش بلي لما نديروا قانون خلاص انتهينا، لازم المراسم التنفيذية، ومن بعد من المراسم التنفيذية لازم نجوزوا إلى الواقع ونأسسوا هذه الهيئات. وهتمنى أن نمشوا بسرعة، ما لازمش نتعطلوا في أمور النصوص هذه، وتبقى لنا دائما عذر دائما نخرجوه والناس تنتظر. يعني الناس كانت تنتظر الدفع الإلكتروني، التجارة الإلكترونية منذ أكثر من 10 سنوات، وما زال نجي ونقول لهم القانون موش واجد، وقتاش نبقاو نستناو يعني. وتبقى مساعي الجزائر لمواكبة نظام الاقتصاد الرقمي تتطلب كمرحلة أولية وضع تشريعات نوعية وتنفيذها خلال السداسية القادم لبلوغ الأهداف المسطرة لسنة 2017. الختام، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.